قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وبالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة بحملة تفتيش واسعة شملت العديد من المطاعم والمقاهي المتواجدة في مختلف محافظات المملكة للوقوف على مدى مراعاتها والتزامها بالاشتراطات الصحية المناسبة للحفاظ على صحة وسلامة مرتاديها من خطر الإصابة بفيروس كورونا. تفاصيل أوفى في سياق تقرير الزميل محمد رشيد. ربما تكون المطاعم والمقاهي من أهم الأماكن التي يرتادها الجميع في الأيام العادية، ومن المؤكد أن التهافت يزداد عليها شيئا فشيئا مع حلول الأعياد والمناسبات الدينية والعطل الرسمية. وفي ظل الوضع الصحي الراهن، فإن عديد التغييرات قد طرأت على آلية استقبال الزبائن من قبل أصحاب تلك الأنشطة التجارية وعلى كيفية تقديم الخدمات التي توفرها. تقيد تام بتطبيق أعلى معايير الالتزام بالتعليمات الصحية من قبل مالكي متنوع المطاعم والمقاهي، بما ينسجم مع توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبما يتواءم مع التوصيات التي يصدرها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا بين الفترة والأخرى بشكل يتماشى مع مستجدات الحالة الوبائية في البحرين. المناطق الداخلية في المطاعم تكون مقتصرة على الحاصلين على التطعيم والمتعافين من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تعقيم المنشآت بشكل مستمر، أيضا استخدام 50% فقط من الطاقة الاستيعابية للمطاعم الداخلية، بالإضافة إلى أيضا أن يكونون جميع العاملين في المحل مرتدين للكمامات وواقي الوجه. الزبائن أيضا لازم يكون يقيسون درجات حرارتهم في الدخول، وأيضا يلتزمون بلبس الكمام طوال فترة تواجدهم في المقهى أو المطعم باستثناء الفترة اللي يكونون يتناولون فيها الطعام. التأكد من توفر الاشتراطات الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا من خلال التأكد من تطبيق مجتمع واعي عند الزبائن، بحيث أن كل زبون يدخل المحل إلى داخل المحل يكون عنده تطبيق هذا المطعم الجرعتين مضى عليها أسبوعين، بالتالي يقدر يدخل داخل المطعم. غالبية المطاعم حرصت ومنذ اليوم الأول لعيد الفطر المبارك على استقبال زبائنها بحملة تعقيم كاملة لجميع الطاولات والكراسي والمطابخ وغيرها من المرافق، إضافة إلى وضع فواصل بين الطاولات بمسافة تعادل مترين، وتوفير المعقمات على كل الطاولات، وألا تكون هناك تجمعات كبيرة على الطاولة الواحدة، وذلك بالسماح لتواجد 6 أشخاص كحد أقصى في كل طاولة بما يتوافق مع الاشتراطات الطبية، ناهيك عن استبدال أواني الطعام الزجاجية بأخرى بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. نعقم المطعم بشكل دوري، عندنا الاشي الديسبوسبل البلاستيك، الشوكة والسكين والصحن نستخدمه، المعقمات على كل الطاولات، الستاف عندي كله جاهز من خلال التعقيم الأيدي، الجلوفز، الفيشل، الماسك، كل هاي الإجراءات، التباعد أكيد طبعاً، العدد اللي على الطاولة لازم يكون أقل إشي أكثر إشي يعني 6 أشخاص على الطاولة الكبيرة، على الطاولة الصغيرة 4 أشخاص. إشادة مغلفة برضا كبير حول دقة الإجراءات والتدابير الوقائية التي يراعيها أحد المطاعم أثناء تقديمه للأطعمة والمشروبات لزواره حفاظا على صحتهم وسلامتهم، كغالبية باقي المحلات في البحرين المشابهة في نشاطها التجاري. من حيث التنظيم والجلسات الخارجية والداخلية، التباعد بين الموجودين، سؤالهم لإلنا عن شهادة التطعيم وإبرازها والتأكد منها، بعدين الأماكن الموجودة إذا بتلاحظ جميع الأواني الأطباق مغلفة. حملة تفتيش مستمرة تقوم بها الأجهزة المعنية للوقوف على مدى اهتمام المطاعم والمقاهي وحرصها على تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة فيها، وضبط التجاوزات حال حدوثها ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك وفقا لقانون الصحة العامة. لتلفزيون البحرين، محمد رشادات.